حلمت ان نتنياهو يحبني وقبلني على عنقي عندما هو انتي من عرب اسرائيل ولا ايه؟ مش عارف، صح كده؟ حلمت ان نتنياهو يحبني وقبلني على عنقي عندما اردت تقبيله رفض. اسمي نعيمة. ايوه كده، ايوه كده، حلو. مش تقولي كده. طيب وشوفي، هو رفض ان انتي تقبليه. ناس كتيرة بتفتكر ان القبلة اما حد، بس طبعا مش دايما، اما حد يقبل حد ده معناه ان مثلا ايه، ان انا هستفيد منه ومش عارف ايه والحاجات دي. القبلة هنا بتاعتك هي القبلة، القبلة الأقصى. هو رفض في اتفاقية، الاتفاقية هيخلى باتفاقية، هيخلى باتفاقية خاصة بالمسجد الأقصى. بس هو قبلك ده غدر. طيب لا سوري، هو جاي بيحبك وبيقبلك، وانتي لما جيتي تقبليه هو رفض. هي بتبقى فعلا زي ما قلت، هي اتفاقية بس هتنجح. سبحانك يا رب، لا هي كده وضحت، اتفاقية هتنجح لصالح فلسطين. طبعا الاتجاه التاني كان فيه غدر، كان فيه غدر بس هيفشل فيه. عدم التقبيل ليه منك ليه عدم منفعة. لما انتي هو قبلك يبقى دي منفعة. وصلكي؟ والله أعلى وأعلم.